استضافتنا، متواصلين معكم من خلال صباح الشروق. خلونا نطلع نشوف فقرة عافية، وإن شاء الله أنتم دايما بصحة وعافية، ونرجع نكمل صباحنا. الحمل عموما بيمر عليه بثلاثة مراحل بنقسمه كده، عندنا 3 شهور الأولى و3 شهور في النص و3 شهور الأخيرة. كل فترة عندها متطلبات لازم المرأة تلتزم بها. من الحاجات اللي لازم تعملها ليه المرأة في 3 شهور الأولى، إنها لازم تتغذى كويس، تهتم بتغذيتها وتتغذى بشنو، مثلا تستبدل الأكلات المغلية بالمشويات، تكسر من الخضروات من الفواكه، وبرضو مفترض تتريض بس الرياضات الخفيفة زي المشي. وفي حاجات لازم في الرياضة بالذات، أنا بوجه رسالتي للنساء الحوامل الرياضيات، إنه مثلا عندك رياضة ضرب الكرة، الجامبينج، الجري، الرياضة العنيفة دي بطلة، مش ممكن تتريض سباحة فقط أو مشي، الرياضات الخفيفة، وتهتم بتغذيتها زي ما قلنا وعلاجاتها، تاخذ الفترة الأولى الفوليك أسيد، لأن الفوليك أسيد مادة أساسية في تكوين البيبي، وبيعوض كثير وبيمنع كثير من المشاكل الخلقية في الفترة الأولى دي. برضو حاجة مهمة للحوامل السودانيات بنقول لهم، ابتعدوا عن ارتفاع درجة الحرارة، لأنه درجة الجسم 37، البيبي بيتخلق في درجة جسم ربنا سبحانه وتعالى خدتها كده، فإحنا من نزيد درجة الحرارة برانا بالموية الدافية بالحياة السودانية اللي بنعملها نحنا، فبنزيد نمو الجنين، تكاثر الخلايا، فالحاجة دي بتأثر، يعني يمكن تؤدي لمشاكل خلقية أو يؤدي لي برضو، ممكن يؤدي للإجهاض. وبرضو أنا بقول للمرأة في الفترة الأولى دي ما تشيلي تقيل، حاولي خففي في البيت حرارتك، ما تجيفي كتير وما تشيلي أوزان تقيلة، اشتغلي في بيتك لكن بس شغل على خفيف، حاولي أي حاجة تقيلة ممكن ترهقك ابتعدي عنها. فإننا الفترة في النص دي الفترة إحنا بنخاف منها من ارتفاع الضغط وارتفاع السكر، فالفترة دي لازم أن المرأة تكون عندها متابعة لصيقة مع الدكتور بتاعها. وأنا بنصح الحوامل إنهم يتابعوا مع الأطباء، أو أتليست زول يكون عنده خبرة، أتليست يقدر يقيس لك ضغطك، يفحص لك السكر، يفحص عينة البول، يشوف الزلال، يشوف المشاكل دي. ففي كثير من العيانين الواحدة بتقول لك أنا متابعة، ما أعرف متابعة وين، تجيك لا عاملة فحيص، لا عاملة، لا حتى عاملة موجات، وتقول لك أنا كنت متابعة. فبليز الناس تهتم بالحتة دي. الفترة الأخيرة من الحمل هي فترة بنصح فيه المرأة برضو بالمتابعة، وأهم حاجة في الفترة كلها الدم.